عندي طلب تدخل اول مره. صحيح شرفيه. التماس اعتذار وتعهد. تعرضت لإهانة في 16 ماي 2019 من قبل زميل بالعمل. تبعت سلم الإداري وقدمت شكوى لمدير التربية، درت فيها طلب تدخل لكن لم أجد أذنا صاغية للنظر في قضيتي. درت التذكير، قدمت تذكير ولكن لا جدوى من ذلك، مع أن العلم عندي تصريحات شرفية تدل على الواقعة وعلى الإهانة اللي صارت لي في المؤسسة، يعني من 16 ماي وأنا نبحث على أشخاص، على مدير التربية يتدخل في القضية ولكن دون جدوى. ما كانش يعني رحت لمدير التربية وما حبش يستقبلني. أنا ماذا بيا وزير التربية يتدخل في القضية. رفعت قضية إلى المحكمة، طبعا لما ترفع القضية المحكمة تتجاوزنا نحن من الناحية القانونية، يبقى من الناحية الإدارية طبعا ارسلت لجنه تحقيق متكونه من منسق الدائره، ولكن النتائج جاءت النتائج، ولكن فيما بعد ظهرت بان الاستاذه قد تسامحت عن حقها امام المحكمه وامام لجنه المصالحه التي قامت، وبالتالي قلنا بان ما دام هناك تسامح بين الطرفين لا نثير القضيه مره اخرى، ولكن الظاهر ان القضيه اثيرت مره اخرى في الدخول المدرسي هذا، وستتخذ الاجراءات اللازمه وذلك بارسال لجنه تحقيق لتقصي الحقائق ومعرفه كل حيثيات هذه القضية.